بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا مع حصة أخرى من الدرس الدالة الخطية والدالة التآلفية، وهي الحصة السادسة بعدما تعرفنا في الحصة الخامسة على تعريف الدالة الخطية وطريقة حساب صور وسوابق الأعداد بدالة تآلفية. إذا هذه الحصة سنحاول تقدم شيء ما في الدرس أو في عناصر الدرس. إذا نبدأ بهذا النشاط التمهيدي. إذا f دالة تآلفية معرفة كما يلي: f دو x تساوي ناقص 6x زائد 5. إذا كتذكير هنا نلاحظ بأن معامل هذه الدالة هو ناقص 6، وعندنا العدد b هو العدد 5. إذا السؤال الأول هو أتمم الجدول التالي. إذا الجدول عندنا x و f دو x يعني أعداد اللي هي x، و f دو x يعني الصور ديالها بالعلاقة أو الدالة f دو x اللي هي ناقص 6x زائد 5. السؤال الثاني، أحسب هذه النسبة اللي هي f دو 1 ناقص f دي 0.5 على 1 ناقص 0.5، وكذلك f لي ناقص 4 ناقص f لي 1 على ناقص 4 ناقص 1، و f لي 2 ناقص f لي ناقص 4 على 2 ناقص ناقص 4. ثم ثالثا، من دون حساب أوجد قيمة f 2008 ناقص f 1995 على 2008 ناقص 1995. إذا نبدأ تصحيح هذا النشاط التمهيدي بالسؤال الأول. إذا عندنا دائما الصيغة هي f دو x تساوي ناقص t x زائد 5. إذا لنتمم الجدول التالي، إذا عندنا x تساوي في الخانة الأولى 1، إذا المطلوب هو إيجاد f دو x، يعني ما هي صورة 1 بالدالة f دو x. إذا هنا يكفي أن نعوض كما قلنا سابقا، نعوض x بالعدد 1. إذا f دو 1 تساوي ناقص 6 في 1 زائد 5، اللي هي ناقص 6 زائد 5 تساوي ناقص 1. إذا f دو x أو f ديال 1 هي ناقص 1. الخانة الثانية المطلوب هو تحديد العدد x، لأن عندنا f دو x 11، يعني لدينا الصورة المطلوب هو السابق. إذا لتحديد السابق قلنا دائما نحصل على معادلة اللي هي f دو x يساوي 11، يعني الصيغة اللي هي ناقص 6x زائد 5 تساوي 11، معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذا يعني أن ناقص 6x تساوي 6. لماذا؟ لأن 11 ناقص 5، أو إذا طرحنا الطرفين طرحنا منهم نفس العدد ناقص 5 ناقص 5، نحصل على ناقص 6x تساوي 6. إذن x هي ناقص 1. لماذا ناقص 1؟ لأن x هي 6 على ناقص 6، لأن 6 على ناقص 6 تساوي ناقص 1. إذن سابق العدد 11 هو ناقص 1. الخانة الثالثة 0.5 هو x. إذن البحث عن الصورة، إذن الصورة يعني سنعوض x. إذن f لي 0.5 تساوي ناقص 6 في 0.5 زائد 5، اللي هي ناقص 3 زائد 5 تساوي 2. إذن f دو 0.5 هي 2. الخانة الرابعة، سابق العدد ناقص 7. إذن المعادلة كذلك، f لي x تساوي ناقص 7، يعني ناقص 6 x زائد 5 تساوي ناقص 7. إذا إذا طرحنا العدد ناقص 5 من الجهتين أو الطرفين، ونحصل على ناقص 6x تساوي ناقص 12، لأن ناقص 7 ناقص 5 هي ناقص 12، يعني أن x هي ناقص 12 على ماذا؟ على ناقص 6. إذا ناقص 12 على ناقص 6 هي 2. إذا سابق العدد ناقص 7 هو العدد 2. ثم أخيرا، صورة العدد ناقص 4 بالدالة f دو x أو الدالة f. نحسب صورة f ناقص 4 هي ناقص 6 في ناقص 4 زائد 5، اللي هي 24 زائد 5 تساوي 29. إذا صورة العدد ناقص 4 بالدالة f هو 29. نمر للسؤال الثاني، هو حساب النسب. إذا النسبة الأولى هي f لواحد ناقص f لزر زائد 5 على 1 ناقص زر زائد 5. إذا صورة f لواحد نعوضها بناقص 1، ناقص صورة للصفر زائد 5 بالدالة f هي 2. إذا نحصل على ناقص 1 ناقص 2 على، إذا 1 ناقص 0.5 هي 0.5، نحصل على ناقص 3 على 0.5 اللي هي تساوي ناقص 6. والنسبة الثانية، f لي ناقص 4 ناقص f لي 1 على ناقص 4 ناقص 1،
نعود كذلك هنا الصور بقيمتها. إذا 29 ناقص ناقص 1 على ناقص 5، ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 5. إذا 29 ناقص ناقص هي زائد 1 تساوي 30 على ناقص 5 اللي هي تساوي ناقص 6 كذلك. الحالة الأخيرة هو F لي 2 ناقص F لي ناقص 4 على 2 ناقص ناقص 4، إذن هي ناقص 7 ناقص 29 على 6. لماذا 6؟ لأن 2 ناقص ناقص هي زائد 4 6. ناقص 7 ناقص 29 هي ناقص 36 على 6. إذن الاختزال أو حساب 36 على 6 هي 6، إذن النتيجة هي ناقص 6. إذن نلاحظ أن جميع النسب متساوية وتساوي ناقص 6. إذن أخذنا F دو X تساوي ناقص 6 X زائد 6، وهذه النسب تساوي ناقص 6، يعني ناقص 6 هو نفسه معامل الدالة F. إذن هذه النسب تساوي دائما النسبة أو عفوا المعامل الدالة. سؤال 3، من دون حساب أوجد قيمة F لـ 2008 ناقص F لـ 1995 على 2008 ناقص 1995. إذا نطلب بدون إنجاز عملية حسابية، نلاحظ أن هذه النسبة هذه تشبه النسب السابقة، يعني صورة العدد الأول ناقص صورة العدد الثاني على السوابق اللي هي x1 وx2، يعني عندنا 2008 فوق 2008، 1995 إذا هذه النسبة هي نفسها النسب السابقة، وبالتالي كم تساوي؟ إذا اعتمد على السؤال السابق اللي هو السؤال 2، نستنتج أن هذه النسبة كذلك فهي تساوي ناقص 6، وبالتالي نستنتج خاصية لحساب معامل الدالة التآلفية. إذا الخاصية، إذا كانت F دالة تآلفية و X1 و X2 عددان حقيقيان مختلفان، يعني مختلفين غير متساويين، X1 يخالف X2، فإن معامل الدالة التآلفية هو ماذا؟ هو هذا العدد i يساوي fx1 ناقص fx2 على x1 ناقص x2. لنأخذ عددان مختلفان نحسب فرق صورتيهما على فرقهما، فهو هذا هو نفسه المعامل أو معامل الدالة التآلف. ننتقل إلى التطبيق. إذا لتكون fx معرفة ب ax زائد b هي دالة تآلفية، بحيث f لـ 3 تساوي ناقص 2 و f لـ 5 تساوي 1. إذا السؤال هو أوجد معامل هذه الدالة، إذا بتطبيق الخاصية. السؤال الثاني، حدد هذه الدالة f، يعني حدد صيغة هذه الدالة كيف تكتب. صحيح تطبيق واحد. إذا قلنا أوجد معامل هذه الدالة f دو x، حيث صيغتها هي بما أنها دالة تألفية فصيغتها ax زائد b، وعندنا صورة 3 بالدالة هي ناقص 2، وصورة 5 بهذه الدالة هي أول عدد 1. إذن كي قلنا بأن المعامل هو F لـ 5 ناقص F لـ 3 على 5 ناقص 3، نعوض. إذن 1 ناقص ناقص 2 على 2، 5 ناقص 3 2 هي 1 ناقص ناقص 2 هي 1 زائد 2 3 على 2. إذن 3 على 2 هو معامل هذه الدالة. الآن حدد الدالة F، يعني أنه سنقوم بتحديد صيغة هذه الدالة. إذن لدينا F دالة تآلفية، إذن تكتب على شكل F دو X تساوي AX زائد B، وسبق لنا أن حسبنا العدد A اللي هو 3 على 2، إذن نكتب F دو X تساوي 3 على 2 X زائد B. لأن أراد تعويض 3 على 2 ب 1.5 فكذلك صحيح. إذن احنا نحتفظ بهذا الكتابة الكسرية لأنها كذلك كتابة صحيحة. إذا الآن بما أن F لـ 3 تساوي ناقص 2، فإن إذا قمنا بتعويضها في النتيجة الأخيرة ديال الكتابة الدالية F دو X تساوي 3 على 2 X زائد B، نحصل على F 3 تساوي 3 على 2 في 3 زائد العدد B، و F 3 هي ناقص 2، إذا نحصل على 3 على 2 في 3 زائد ب تساوي ناقص 2، هي نفسها صورة العدد 3. إذا هذه معادلة فيها مجهول هو العدد ب، نقوم بتبسيطه للحصول على العدد أو النتيجة ديال العدد ب. إذا أي أن 9 على 2، من جاتنا 9 على 2، إذا 3 على 2 في 3 هي 9 على 2 زائد ب تساوي ناقص 2. إذا ب كم يساوي؟ هو ناقص 2 ناقص 9 على 2، وحدوا المقام، ناقص 4 على 2 ناقص 9 على 2،
تساوي ناقص 13 على 2. وبالتالي ما هي صيغة هذه الدالة؟ إذن وبالتالي فإن f دو x هي 3 على 2x ناقص 13 على 2 اللي هو العدد b. إذا هذه الطريقة ديال تحديد دالة تآلفية. إذن نحسب المعامل ثم نحدد العدد b بهذه الطريقة هذه بحل المعادلة. التطبيق 2، نعتبر الدالة التآلفية التالية. إذا g معرفة بx صورته ax ناقص 3، إذا هنا a مجهول اللي هو المعامل، بينما العدد b هو ناقص 3. إذا حدد العدد a علما أن ناقص 2 تساوي ناقص 1. إذا كما قلنا هنا العدد a هو المجهول يعني المعامل، ولكن هنا لا يمكن التطبيق الخاصية 1. لماذا؟ لأن ليس لدينا صورتين. إذا لحساب معامل الدالة باعتماد الخاصية يجب أن يكون لدينا صورة عددين بهذه الدالة. هنا عندنا فقط صورة واحدة لأن الصيغة فيها مجهول واحد هو العدد A. إذا ما هي طريقة تحديد العدد A؟ يكفي تعويض. إذا نحسب صورة ناقص 2 بالصيغة الأولى. إذا لدينا g دو x تساوي ax ناقص 3، و g ناقص 2 إذا عوضنا فهاد نفس هذه الصيغة نحصل على A في ناقص 2 اللي هو x ناقص 3. إذا بالتبسيط نحصل على ناقص 2 A ناقص 3. هذا العدد نفسه ماذا يساوي؟ إذا علما أن g ناقص 2 يساوي ناقص 1 حسب المعطى الثاني. إذا هذا يعني أن ناقص 2 A ناقص 3 تساوي ناقص 1. إذا معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد هو العدد A. إذا سنقوم بحل هذه المعادلة، أي ناقص 2 A تساوي ناقص 1 زائد 3 2. إذا ما هي قيمة A؟ إذا A هي 2 على ناقص 2. إذا A هو ناقص 1. إذا بهذا تنتهي الحصة الخامسة، وإلى حصة قادمة إن شاء الله.